السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايب قلبي؟ عاملين يا رب تكونوا بألف خير وسعادة وراحة بال. اللهم امين يا رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله عدد كمال الله وكما يليق بكماله كما وكيف. اهلا بكم حبايبي في قناتي الاكل احلى مع ولاية. النهاردة هنعمل مع بعض يا حبايبي، قبل ما انسى زي كل مرة، اذا عجبكم الفيديو حبايبي ما تنسوش تعملوا لايك، كومنت حلو منكم، والاشتراك طبعا في القناة. حبايبي اللي بيخشوا ما يعملوش اشتراك، بعد اذنكم اعملوا اشتراك عشان يوصلكم كل، فعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد انا بعمله. تمام، يلا بينا نخش على المكونات بتاعتنا ونقول هنعمل ايه. هنعمل طريقة الكيكة بالبرتقال. تمام، نخش بقى ونسمي ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. هنشوف احنا هنعمل ايه او المكونات بتاعتنا ايه. يلا بينا نشوف مكوناتنا ايه. انا معايا حبايبي 2 من البيض بطين، معايا قشر برتقال. تمام، ده قشر برتقالتين انا بشراهم بالمبشرة. معايا كوباية من السكر، كوباية من البرتقال، كوباية الا ربع من الزيت، ديت ربع كوباية من النشا. تمام، هقول لكم النشا ليه. النشا حبايبي عشان خاطر القوام بتاع يطلع معايا مظبوط، وتقفل المسامات اللي بتبقى في الكيكة وما تبقاش مفرغة يعني من جوه، وتبقى مظبوطة معايا الكيكة كده. تمام، ومعايا طبعا واحد كيس بيكنج باودر وكيس فانيليا. تمام، دي كل مكوناتنا. طبعا معايا الدقيق الاساسي، يعني معايا كوبايتين اتنين من الدقيق، كوبايتين ونص من الدقيق. تمام، نعمل ايه؟ اول حاجة هنحط كل المكونات الجافة. طبعا ما تنسوش يا حبايبي رشة الملح، اهي رشة ملح صغننة خالص كده اهي، هنحطها على الدقيق. تمام، حلو قوي كده. واحط كل، احط بقى البيكنج باودر كده. نسمي يا جماعة ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. مش عارفة شايفين، احط كده البيكنج باودر بتاعي كده زي الفل. تمام، وابتدي اقلب البيكنج باودر والملح والدقيق مع بعض. تمام، بالشكل ده زي الفل. اعمل ايه تاني؟ هاخد كل المكونات السايله بتاعتي دي كلها واضربها بقى في الخلاط. هركن دي دلوقتي كده على جنب. تمام، اخد بقى المكونات الجافه بتاعتي دي، قصدي السايله دي، اضربها في الخلاط. هاخد البطين، تمام، عليهم كيس الفانيليا، تمام، عليهم كوباية السكر، البرتقال، ده برتقال بلدي حبايبي انا عصراه، تبقى جميلة قوي بالبرتقال البلدي. ومعايا كوباية الا ربع من الزيت، حلو قوي. تمام، وهاخد بشر البرتقال. تمام، هضرب ده كله في الخلاط. تمام، انا نسيت اقول لكم حبايبي ان النشا هنحطها على الدقيق كمان بالشكل ده. تمام، معلش، ونقلبهم. نقلب بقى طبعا المكونات دي كلها، الدقيق بالبيكنج باودر بالنشا بذرة الملح الصغننة ديت. تمام كده، حلو قوي. هجيب بقى ايه الخليط بتاعي اللي احنا ضربناه في الخلاط، نسمي ونقول بسم الله الرحمن الرحيم بالراحة كده، ونقلب واحدة واحدة زي ما انتم شايفين يا حبايبي كده معايا اهو. كده انا دلقته كله، قلب بقى كل المكونات دي كلها كده في بعضها، بتطلع الكيكة بصراحة ما شاء الله جميلة جميلة وحلوة قوي قوي قوي. تمام، اجيب المضرب بقى، تمام، اقلب بيه بالشكل ده كده زي ما انتوا شايفين كده. اقلبها كويس جدا، اهو
كده حبايبي الكيكة بتاعتي جاهزة خلاص زي ما انتوا شايفين كده، كده القوام بتاعها حلو قوي مظبوط تمام. معايا صينية بقى دهنتها بحبة نقطة زيت كده وبدرتها بحبة دقيق تمام زي ما انتوا شايفين كده معايا تمام. هبتدي انزل الخليط بتاعي ده بقى في الصينية. بسم الله اهو ده قوامه يا جماعة زي ما انتوا شايفين معايا اهو. وابتدي انزل كل الخليط ده في الصينية بالشكل ده تمام كده تمام قوي زي الفل. وابتدي يا حبايبي بقى ايه طبعا انا من اول ما دخلت المطبخ وانا مولحت الفرن عشان اسخنه تمام كده. الصينية بتاعتي جاهزة اهي انها تخش الفرن طبعا على درجة 180 درجة في الشبكة يا جماعة من تحت تمام. وادخلها الفرن واوريها لكم. بصوا بقى يا حبايبي هي طلعت كده من الفرن، شايفين الجمال؟ بسم الله ما شاء الله جميلة قد ايه وهشة. نقطع حتة بقى ونشوفها كده مع بعض، بس اسيب الصينية تبرد شوية عشان الصينية سخنة حبة، واقطع حتة واوريها لكم. نقطع بقى حتة مع بعض كده بسم الله زي ما انتوا شايفين. بسم الله ما شاء الله قد ايه هي جميلة وهشة ازاي، جميلة جدا. بصوا كده حبايبي بسم الله ما شاء الله، الله اكبر الله اكبر. بصوا قد ايه عالية قد ايه وهشة خالص. بصوا بسم الله ما شاء الله هشة جدا جدا، شايفين؟ بسم الله ما شاء الله عالية جدا قد ايه. وبصوا مش مفرغة من جوه، جميلة جدا ازاي، حتى السوا من تحت جميل جدا اهو، حلوة قوي كده زي ما انتوا شايفين. بسم الله ما شاء الله جميلة جميلة جميلة، بسم الله ما شاء الله بصراحة تحفة. لو عجبكم الفيديو حبايبي ما تنسوش طبعا لايك كومنت حلو منكم والاشتراك طبعا في القناة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.